اهلا بكم مشاهدينا، نجدد ترحابنا مجددا بكل الساده المشاهدين انضموا لمتابعتنا على الهواء مباشره الى ثاني المساحات الحواريه المباشره. ضروح المكان اللي شفناه هسه باختلاف الناس الموجودين واختلاف اعمالهم ومهنهم ونشاطهم الصباحي، الروح وارتباطها حتى ما بعد ممات الانسان، لذلك هو اسم فضفاض كبير يحمل علائق كبيره ازليه ما بين مصر والسودان. مصر تسكننا ونسكنها، وإذا كان عند التقاء مجرنين هم ارتبطوا واختلطوا مع بعض توحدوا، هو يمشي نهر النيل ليصب في مصر لينقل لنا حفاوة الاستقبال وينقل لنا التاريخ وينقل لنا الثقافة وينقل التبادل والحميمية والاحترام كمان. إذا مبادرة جاءت مجتمعية من شباب واعد قدر انه يقدم صوره السودان، واذا جاز التسميه انه انا اقدم الشخص اللي حقدمه الان باشمهندس محمد ابراهيم بين هلالين، حسميه سفير للنوايا الحسنه وسفير ايضا للعلائق السودانيه المصريه. صباحا اهلا بك، صباح الخير. صباح الخير حمزه، وشكرا على المقدمه الجميله. انا صدقت اني سفير بعد، عايز اتجوز سفير بجد والله. سفير مبادره روح النيل اسم فضفاض كبير، ليه نعم. اختيار المسمى يعني مسمى عميق كذا وبيعرف نفسه بنفسه لكن فضفاض يعني بالضبط. انت زي ما ذكرت انه هو الروح باقيه حتى بعد زوال الجسد. يمكن احنا روح النيل، الفكره بتاعت اختيار الاسم نفسه انه احنا عايزين الاستمراريه بتاعت المشروع تكون موجوده، عايزين الروح بتاعت النيل اللي موجوده لها الاف السنين وحتستمر لالاف السنين الجايه تكون مستمره في انه تربط كل الدول الموجوده في حوض النيل، ما السودان ومصر بس، احنا لا عايزين الروح دي تكون من المنبع الى المصب. احنا يمكن عندنا 10 دول هي كلها تكون ضمن الحته بتاعت روح النيل وكلها تكون موجودة في الحتة بتاعت أنه إحنا كلنا حاجة واحدة. النيل هو الجسد اللي جامع كل الأعضاء إذا إحنا اعتبرناها أعضاء. صحيح. أيوة. طيب ذكرنا قلنا المسمى فضفاض وأنت قدمت بشريات طيبة لأنه كل الدول على حوض النيل. نعم. يعني لكن لما عرفت المشاهد قلت عند ارتباط المجرنين وطوال للمصب لمصر، خصوصية اختيار مصر في ظل التوقيت اللي احنا بنعيشه هسه. طيب يمكن هي مصر هي الأقرب بالنسبة لنا من نواحي كثيرة جدا. العلاقات بيننا وبين مصر أقوى من بيننا وبين باقي الدول. يمكن الجنوب السودان هو جزء مننا. صحيح. باعتباره، لكن التاريخ مع مصر ممتد، والتبادل الثقافي التجاري الاقتصادي الإعلامي كل الحياة دي مع مصر كبيرة جدا. ومصر يعني هي بالنسبة لنا هي واجهة، وإحنا بالنسبة لها نمثل عمق استراتيجي ضروري جدا. فالحاجة دي مخليانا أن إحنا نبدأ من مصر وبعد كده نمشي عكس التيار. ندخل السودان وبعد الجنوب ونمشي لحد ما نكمل كل الدول بتاعت حوض النيل. فهي مصر حاليا هي الأنسب بالنسبة لنا كخيار، عشان ما نبقى في شتارة ونبدأ في حتة من النص أو كده. طيب فحنبدأ من مصر إن شاء الله. إن شاء الله باشمهندس، يعني انا من ذكرت قلت مصر تسكننا ونسكنها. نعم. على قدر الاعداد الكبيره بتاعت السودان الموجودين في مصر والترابط والتآخي، فبقت تنشط في الفتره الاخيره يعني في السوشيال ميديا بالتحديد مع على ارض الواقع كثير من المناوشات ما بين الشعب المصري والشعب السوداني في تفاصيل هي قد تكون ما محاور رئيسه، يعني عندها عباره بالشخصيه السودانيه والكاركتر السوداني ولا المصري ولا كذا. فانت حسيت شنو يعني من الحاجه دي؟ هل على ارض الواقع الحاجه دي موجوده لذلك بدر انه تكون في مبادره للم الشمل يعني؟ طيب هي يمكن دي واحده من الاسباب الاساسيه اللي خلتنا احنا نعمل الملتقى، اللي هو ازاله الصوره الذهنيه السالبه بين الشعوب في المنطقه كلها بشكل عام. الحاجه اللي احنا بنشوفها في السوشيال ميديا بشكل اساسي في الطبيعه لا، ما موجوده. اي سوداني يمشي مصر هو مرحب به تماما، واي مصري بيجي السودان مرحب به تماما جدا. كل الناس عندها يعني احنا في حريه بتاعت تنقل واقامه وعمل وتملك موجوده بين مصر والسودان ومطبقه. فانت بتحس بانك انت في بلدك، ما بتحس بانك انت غريب ولا بتحس بانك انت ضيف. بتحس دائما انه الحاجه الموجوده في السوشيال ميديا هي مجرد سوشيال ميديا منفصله عن الواقع تماما. تماما يعني احنا حاليا حتى غير المشاكل الموجوده السوشيال ميديا منفصله عن الواقع، حتى في قضايانا الثانيه احنا بنشوف في شعورنا العادي والاساسي. ايوه يعني انا ممكن انزل صوره قبل ما ادخل عليك وانا بضحك وابتسم واكون انا من جواي حاجه ثانيه خالص. ايوه
فلا، هو الوضع مختلف ما بين الواقع وما بين السوشيال ميديا، لكن ده ما بيمنع انه في بعض المناوشات اللي بتحصل على ارض الواقع، بس هي تعتبر حالات شاذة. احنا لما نتكلم على انه يعني دائما انت التزامك بالقوانين، التزامك بالقواعد، بالاعراف، بالحياه المجتمعيه بشكل عام، ده بخليك انت ماشي في السيف سايد، او يعني ماشي بشكل كويس وانت متجانس مع المجتمع اللي انت موجود فيه. بس مجرد ما انه انا ابدا اشيز عن القواعد وابدا اعمل حياه مختلفه، هنا بتحصل المشاكل. في مشاكل يعني موجوده نعتبرها حالات فرديه مع حاجات عامه، نتيجة لأخطاء ممكن تكون بين الطرفين. إحنا في وقت من الأوقات بتحس أنه دمنا حار فبنزعل بسريع، فبنقوم بنعمل من الحبة قبة، لكن بشكل عام لا، الوضع مختلف تماما عن السوشيال ميديا. طيب في السوشيال ميديا في ناس عندهم أجندتهم اللي بيخدموها الخاصة طبعا، لكن ما ممثلوا البلدين، لذلك وجب أن تكون في مبادرة روح النيل. عايزين نتعرف على أبرز اهدافكم، يعني احنا عايزين ناخذ بالمسمى التعريفي، يعني اهداف. أيوة. يعني ابرز الحاجات ممكن تنزل على ارض الواقع وتعمل على معالجه كثير من الاشكاليات يعني. طيب احنا هي في اهداف كثير او اسباب كثيره خلتنا احنا نعمل المبادره زي ما تكلمنا. جزء منها الصوره الذهنيه السالبه، جزء منها انه ليه ما يكون في تكامل شعبي ما بين الدول. احنا كمبادرات شعبيه ومبادرات شبابيه نقدر نحقق الحاجات اللي فشلت الحكومات او فشلت السياسه في ان هي تحققه. احنا حاليا كشباب بين مصر والسودان في تبادل ثقافي، تبادل اعلامي، تبادل رياضي كبير جدا جدا على المستوى الشعبي او على المستوى الشخصي باعتباره. فاحنا اللي عايزين الحياه دي تكون بعد كده في قوالب رسميه بشغل مؤسس نتيح فرص لعدد اكبر من الشباب انهم هم يستفيدوا من الحاجات دي. نخلق بعد فتره تحس انه في تكامل حقيقي موجود في المجالات المختلفه، يعني سواء في المجال الاقتصادي او الاعلامي او الثقافي، كل الناس دي تكون مع بعض عندها الحياه المشتركه ما بينها اللي هي شغاله فيها. احنا نقدر نرسل ناس يتدربوا مثلا في المعهد العالي للموسيقى مثلا او المعهد العالي للسينما، نجيب مدربين يجوا يدربوا شباب هنا في السودان، نعمل ورش بتاع التدريب مثلا فترات متباعدة. بعد شوي لما تكبر المبادرة وتشمل عدد أكبر من الدول، يبقى في عدد أكبر من الشباب وعدد أكبر من الحياة اللي احنا نقدر نستفيد منها بشكل حقيقي. فكل الحياة دي بتخلي الموضوع بعد ذاك يمشي في المجال المجتمعي، وانه نعمل حياة تكون مختلفة ان شاء الله. صحيح، طبعا معك ومع الكنترول، لانه زميلنا مهدي برضه هو كان عنده تجارب في مصر يعني على الهواء يعني. أيوة. فده التبادل اللي احنا بنقصده، اذا كان في دول معينة عندها الامكانية الكبيرة بتاعت التدريب، ليه ما يكون في تبادل بتاع تهيئة يعني على مستوى الانسان انه يكون مجدد يعني. ففي نقطة مهمة أنت ذكرتها عن طريق المشاريع اللي أنتوا بتقوموا بها هسه، ما مجرد إنشاء يعني حاجات مكتوبة على ورق وبعد ذاك الناس تمشي وتشوف وشوش بعض وتجي نازل بدون أهداف موضوع على أرض الواقع أو مخرجات يعني. ففي الملتقى ده اللي حيكون بكرة بإذن الله تعالى فيه جوانب عدة يعني، مناقشة جانب إعلامي، جانب المهتم بالثقافة، المهتم بالأزياء، المهتم بالسينما حتى. فإمكانية إقامة ورش حقيقية في السودان اللي انت ذكرتها، قدر كيف ممكن تكون هي مشجعة بالنسبة للشباب حتى يعني بين البلدين؟ شوف الورش تحديدا احنا جربنا الحياة دي في أنشطة مشابهة قبل كده. يعني احنا بنكون دايما مثلا دارين ناخد في الورشة حوالي 30 شخص، احنا بقدم لنا قريب 400 شخص. فالناس هي عايزة تتعلم، الناس هي عايزة تعرف، خصوصا لما انا اجيب لهم زول خبرته كبيرة وعنده حياة كويسة بيقدر يقدمها. فالورش مرحبة جدا من كل الناس. الورش فيها حاجة مهمة شديد، احنا عندنا شباب حاليا موجودين في مصر بيشاركوا في ورش موجودة هناك في مجال السينما تحديدا. ما بتتخيل هم مبرزين قدر شنو. ليه؟ لانه هم جايين من بيئة مليئة جدا جدا بالتعدد وبالتنوع. فلما واحد فيهم يكتب سيناريو بتاع فيلم فالناس بتستغرب، عرفت؟ ما في الحياة اللي اتحرقت خلاص، اللي بقت موجودة بشكل فريع عن مألوف. أيوة. فلا، هو بجيب فكرة مختلفة، ده واحد من الأسباب بتاعت نجاح ستموت في العشرين مثلا. صحيح. أنه الفيلم فكرته مختلفة. تحيل زميلنا أمجد أبو العيلة اللي كان معنا في الشروق. أيوة برضه. أيوة. فالفيلم فكرته مختلفة، قدم للعالم حاجة جديدة هو ما شافها قبل كده، فدي من الأسباب بتاعت النجاح. إحنا عندنا إرث ثقافي واجتماعي كبير جدا جدا، لو قلنا احنا نقدر يعني لو حاولنا نعكسه
ونجحنا في انه احنا نعكسه احنا حننجح نجاح كبير شديد. باشمهندس يعني الجميل انه اي ناس في تخصصهم التخصص نعم. الاعلامي واللي انت الحاجه دي بديت بدايه فعليه لانك تاسس لملتقى اعلامي جامع ما بين الطرفين، يعني ما الناس كلها تقعد في الثقافه في التراث في السينما تقعد مع بعض وما يطلعوا باي نتائج، يعني فدي التقسيم الحقيقي اللي لمسناه منكم، يعني ده شيء نعم. مشجع حتى صورته الذهنيه باقي عند زملائنا نعم. فقدر كيف التقسيمات دي برضه مهمه عشان تخلق توازن. طيب احنا الملتقى بشكل اساسي هو مركز على 4 محاور، هي المحور بتاع الثقافه والفنون، المحور الاعلامي، محور اجتماعي، والمحور الاقتصادي. احنا عايزين فعليا هو كل محور الجروب اللي موجود فيه يكون عنده جروب مقابل له في مصر او في الدول اللي قدام. ليه؟ عشان ما دارين نمشي نتونس ونجي راجعين او نمشي نتصور ونضحك ونجي راجعين، لا عايزين احنا نمشي باجنده واضحه، هم برضو عندهم اجنده بيعدوا ليها كويس، في تبادل بتاع ملفات قبل الملتقى بفتره طويله جدا، الناس هتطلع على المشاريع بتاعت بعض في كل المجالات، 4 مجالات، ولما الناس تقعد لانه فتره الملتقى 6 ايام فحنقعد فيها على قولك بالورق ايوه بالورق، انا عندي وانت عندك وراح يلا نقدر كيف نشبك مع بعض وكيف نقدر نشتغل مع بعض، فدي الحياه المهمه شديد اللي عشان احنا لما نجي راجعين ما حنكون الناس المشاركين دارين منهم تقارير، انت مشيت قعدت 6 ايام وقابلت ناس انت طلبت انك انت تلاقيهم او احنا حددناهم لك عشان انت تلاقيهم، استفدت منهم شنو؟ عايز تعمل شنو؟ المشروع اللي انت عايز تعمله شنو؟ حتفيد المجتمع هنا في السودان كيف؟ حتفيد الشباب السوداني كيف؟ ممكن في مراحل ثانيه نطلع نعمل لهم هم ذاتهم الناس اللي مشوا يجوا يعملوا ورش للشباب اللي هنا في السودان. والتكامل ايوه شيء تعلمته بالضبط تكون اثره بالضبط باقي يعني. بالضبط عشان احنا تبقى بعد ذاك السلسله متواصله، نقدر نرفع من المستوى بتاع المهارات والوعي والادراك عند كل الشباب بمختلف الاماكن. اها باشمهندس يعني سعاده السفير في الحوار الاول اتحاد كامل كان فيه نقص بتاع تمويل ولذلك ادى لكثير من التفاصيل، يعني انه يتوقف لمده 2 وكذا وكذا، فمعظم المشاريع الحيه المهمه المميزه ممكن تخدم وتربط العلائق ما بين اي بلد او اي نشاط، التحدي الاساسي والرئيس بتاع التمويل لانه هو جهد شعبي ومرات بيجيب على اشخاص معينين هم لا يمتلكون عصاموسه للتغيير يعني. نعم. فبرضه هي دعوه صباحيه لكل الجهات الداعمه، ده تمهيد مميز يعني اللي قدمته هسه. أيوة. انه مرات الدبلوماسيه الشعبيه تصلح ما افسدته السياسه يعني. نعم. وتقرب. نعم. فدي دعوه ليك انت برضه مهمه يعني بخصوص التمويل والدعم، يعني هل أيوة. هو كافي عندكم جهات معينه قاعد تدعمكم بدون ذكر اسماء يعني؟ لا احنا ما حنذكر اسماء طبعا، لكن شوف احنا واحده من الاسباب اللي خلت الملتقى يتاخر شويه هو الدعم المالي. احنا لما نتكلم انه احنا سايقين وفد فيه 120 شخص دي ميزانيه فلكيه، بس يمكن في الشهور الاخيره لقينا دعم محترم من بعض الجهات، عندنا دعم ناقص ما عايز 2-3 والبحر ما بيقبل زياده، كل ما نلقى دعم بنجود الحاجه اللي احنا لوجستيا وماديا طبعا بكل الاماكن. مشكورين عندنا اصدقائنا في مصر برضو مجموعات شبابيه ومؤسسات شبابيه شغاله موجوده هناك، متفاعلين معنا جدا في التنفيذ بتاع المشروع، يمكن مغطيين حاجات كثيره جدا من الحاجات اللي احنا هنحتاجها في مصر، وحقيقي هم ما قصروا معنا في الموضوع. في حاجات هنا ناقصه بالنسبه لنا في السودان ومجتهدين ان احنا نحاول نتمها في خلال الفتره الجايه، ويا ريت كل الناس تدعم. اي يعني المشروع ما هين صحيح. ما فكرة هين كبيرة. اي والحجم بتاع الميزانيه برضو ما بسيط، انا ما ادري اقول ارقام عشان الناس ما تتخلع وما حد محمد ابراهيم الدعم ده حق السودان يعني بالضبط كده، يعني في النهايه حتى احنا ما بناخذ من الناس مبالغ ماليه، لا بناخذ منهم خدمات، يعني انت حتديني تذاكر بتاعت سفر، انت حتديني فنادق، انت حتديني مثلا طباعه وهكذا، دي الحاجه اللي احنا شغالين عليها عشان حتى ما ندخل في الحته بتاعت شالوا قروش وركبوا عربات او شالوا قروش عملوا باب، ودي حاجه مهمه يعني حتى نعم. لكل الداعمين انه الوفد ده بيضم نجوم مجتمع بينهم نعم. منارات ممكن برضه يستفيدوا اذا نعم. كان خدمه مقابل خدمه مقابل طبعا. اعلان احنا وصلنا لختام لقائنا معاك، ويا ريت انه دائما نجمل الصوره الذهنيه والصحيحه لانه في كثير من البلدان ما بتعرف حاجه عن السودان، يجب انه نغذي مواقعنا محركات البحث عن السودان، وده الدور اللي انتم هسه بتمضوا عليه، يعني انا مقدر جدا
باشمهندس الصديق محمد ابراهيم حسن، كتر خيرك مدير والمسؤول عن مبادره روح النيل للتكامل العلاقة ما بين مصر والسودان. كتر خيرك. كتر خيرك حمزه، وشكرا لك، وشكرا للشروق، وشكرا للساده المشاهدين. وان شاء الله بكره نحضر التدشين بتاع الملتقى ان شاء الله باذنه تعالى، وبعد كده الناس ممكن تتابعنا على فيسبوك ملتقى روح النيل، فيه هنلقى كل التفاصيل اللي مختصه بالبرنامج ان شاء الله. ان شاء الله.